السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة ستة، هنكمل مع بعض شرح معنى كنيكت 6 من كتاب باي بيت 2024 الفصل الدراسي الأول طبق تعديلات الوزارة الحديثة. النهاردة مكملين يونت 4 الوحدة الرابعة، عنوانها سيلبريت وذ تايمز، احتفل بالأوقات السعيدة. النهاردة بقى معانا الدرس التاني ليسن 2 هنشرحه ونحل تدريباته 156 صفحة 156. عنوان الدرس I am studying hard for my exams، أذاكر بجد لامتحاناتي. أذاكر بجد لامتحاناتي، تمام. تعال نشوف بقى ايه المين فوكاب عندي. اول حاجة activities أنشطة، activities أنشطة activities. ركوب الدراجات يا ولاد يعني cycling 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 cycling. السي دي انطاها سين عشان وراها واي، والسي دي انطاها كاف، تمام. cycling cycling cycling. يؤدي تمرينات رياضية do exercise do exercise do exercise. يمارس رياضة الجري يعني go running go running go running go running. يبقى cycling 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 do exercise do exercise go running go running go running. ينظم حفل organize a party organize a party organize a party. يذاكر من أجل الامتحانات study for exams study for exams study for exams. يبقى cycling cycling do exercise do exercise go running go running organize a party organize a party study for exams study for exams study for exams. كلمات أخرى other words. بيقول لك بجد يعني hard hard hard. فيلم او برنامج وثائقي او فيلم وثائقي يعني خاص بالتاريخ اسمه documentary 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 documentary. تاني عشان دي كلمة جديدة documentary documentary documentary. مراجعة revision عندي ال s i o n هتجيب جن جن revision revision revision. قارئ بطيء يعني slow reader slow reader slow reader. ريدر جاي من كلمة يقرأ ريد، يبقى قارئ ريدر سلو ريدر سلو ريدر. كتب التاريخ يعني هيستوري بوكس هيستوري بوكس هيستوري بوكس. فيها الداخل أو داخل المبنى اندورس اندورس اندورس. هارد هارد هارد. دوكيومنتري 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 دوكيومنتري. ريفيجن ريفيجن ريفيجن. سلو ريدر سلو ريدر سلو ريدر. هيستوري بوكس هيستوري بوكس. اندورس اندورس اندورس. مهم امبورتنت امبورتنت امبورتنت. اخبار نيوز نيوز نيوز. وقت الفراغ فري تايم فري تايم فري تايم. حفل موسيقي ميوزك كونسرت ميوزك كونسرت ميوزك كونسرت. فيلم مضحك فاني موفي فاني موفي فاني موفي. قريبا سون سون soon. يبقى important important news news free time free time free time music concert music concert funny movie soon soon. phrases and prepositions عبارات وحروف الجر. قال لك في الوقت الحالي at the moment at the moment. يبقى ولا تاخد قبلها حرف الجر at the moment يعني في الوقت الحالي. يخرج يعني get outside get outside get outside get outside. مرات قليلة كل أسبوع يعني a few times a week a few times a week a few times a week. في عطلات نهاية الأسبوع يعني on the weekends on the weekends on the weekends. at the moment at the moment. get outside get outside a few times a week a few times a week. on the weekends on the weekends. يستمتع بوقته يعني have fun have fun have fun. يطلع إلى يعني looking forward to يجي بعدها ولاد verb ing looking forward to يجي بعدها فعل ing. يستغرق وقت طويل يعني take ages دي بنطهجة take ages take ages. يبقى at the moment at the moment get outside get outside a few times a week a few times a week on the weekends on the weekends have fun have fun looking forward to
يبقى ده في اي ان جي، بعد كده تيك اتشز تيك اتشز 157. كونجيجيشن اوف فيربس، صفات الافعال. عندنا افعال ريجولار وافعال ايريجولار، منتظم غير منتظم. المنتظم بنجيب الماضي منها بالاضافه دي لو اخره ايه، او بالاي دي اذا لم ينتهي بالاي، او بالاي اي دي لو اخره واي وقبلها ساكن، بنحذف الواي ونحط مكانها الاي اي دي. دي ملهاش دعوه بالقاعده دي، عشان كده بنسميها افعال منتظمه، لها فعل مضارع وفعل ماضي، فبتحفظ كما هي. ها، يقلق وري وري، طبعا ايه واي قبلها ساكن، بحذف الواي زي ما قلنا كده، حط مكانها اي اي دي. يبقى وري وارد، يركب دراجه سايكل، اخرها ايه ولا هضيف لها دي بس في الايه في الماضي، سايكلد سايكل سايكلد سايكل سايكلد. يسترخي ريلاكس، هنضيف لها اي دي، ريلاكسد ريلاكس ريلاكسد. ينظم اورجنايز، اخرها ايه هنضيف لها دي بس، اورجنايزد اورجنايزد اورجنايزد. يفتقد شخص، ميس، هنضيف لها اي دي، ميست ميس ميست. يوني فينش فينشت. وري وريد وري وريد. سايكل سايكلد سايكل سايكلد. ريلاكس ريلاكسد ريلاكس ريلاكسد. اورجنايز اورجنايزد اورجنايز اورجنايزد اورجنايز اورجنايزد. ميس ميست ميس ميست. فينش فينشت فينش فينشت. افعال غير منتظمه، يقضي وقت يعني سبيند، الماضي منها سبيند 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 سبيند. يجري ران، الماضي منها ران 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 ران. يرى سي، الماضي منها سو سي سو سي سو. يرتدي وير، الماضي منها وور وير وور وير وور. يقرأ ريد، الماضي منها ريد. حد يقول لي يا مس لا ريد ريد، لا دي منطقة شورت اي هما الاتنين، لكن دول لونج اي، تبقى ريد 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 ريد. يوضح او يبين، شو الماضي منها شود شو شود شو شود شو شود. اسبند اسبنت اسبند اسبنت. ران 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 ران. سي سو سي سو. وير وور. ريد 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 ريد. شو شود. الجرامر الجزء الثاني، درس سهل جدا النهارده. عندي الجرامر بتاع الوحده يا اولاد سهل جدا، وخدناه كتير قبل كده. البريزنت كونتينوس تنس، زمن المضارع المستمر. التكوين الفورم بتاعه سهل جدا. ده اولاد عباره عن ام او اس او ار، اللي هو فيرب تو بي زائد فيرب اي ان جي بس، تمام. يبقى ام او اس او ار زائد فيرب اي ان جي، ده المضارع المستمر. طيب نوزع بقى الام والاز والار على الضمائر. الام اللي بياخدها بتاخدها الاي، اللي بياخد الاز اللي هي والشو والاد، اللي بياخد الار ضمائر الجمع اللي هما الوي والزي واليو. طيب دي لها اختصار، دي لها اختصار يا ولاد ابوستروفي ام، دي اختصارها ابوستروفي از، دي اختصارها ابوستروفي ار اي. مش الاول حرف نحط مكانه ابوستروفي، ابوستروفي ام ابوستروفي اس ابوستروفي ار اي. مثال شي تاخد از يا ولاد، اهي ابوستروفي از. شي از ستادينج، ضفنا الفعل بتاعها اي ان جي، انها تذاكر. فور هير اكزامز ذيس ويك، الاسبوع ده بتذاكر عشان عندها امتحانات. طيب في حاله النفي بقى سهل جدا، نيجي جنب الام والاز ونوت ونضيف كلمه ايه، الام والاز والاول نضيف كلمه نوت يا ولاد، ام نوت از نوت ار نوت، تمام. ننفي زمن المضارع البسيط بوضع ايه، نوت بعد الام والاس والار. اي تبقى ايه، اي ام نوت. اس تبقى از نوت، والار تبقى ايه، ار نوت. طب دي اختصارها يا ولاد، ام نوت ملهاش اختصار، اكتبها زي ما هي دي ازنت. بشيل الاو اللي في النص ونحط ابوستروفي تي، وهنا الار بشيل ايه الاو ونحط مكانها ابوستروفي، نكتب ايه كده، تبقى دي ام نوت ودي ازنت ودي ارنت. مثال they aren't enjoying their vacation at the moment، هم لم يستمتعوا بالاجازة في الوقت الحالي. they aren't enjoying، لم يستمتعوا بالاجازة في الوقت الحالي. they aren't enjoying their vacation at the moment. لاحظ الاختصارات الاتية اللي انا قلتها ولا ده، ايام اختصارها ايم، تمام. شيل نروح حطينا مكانها ابوستروفي. طيب الشي از اختصارها شي ابوستروفي اس. طيب اللي هي اس اختصارها هي ابوستروفي اس، وي ار اختصارها ابوستروفي ار اي، از نوت اختصارها ازنت، والار نوت اختصارها ارنت. ده اللي احنا كتبناه واحنا بنشرح. 158 السؤال بقى، ازاي نعمل سؤال نسأل عن زمن المضارع المستمر بالصيغة الآتية. طبعا انا ببدأ بالسؤال بتاعي بفعل مساعد. طب الافعال المساعدة كده كده موجودة عندي يا اولاد في الجملة، اروح بدل ما الايه
الام والاز والار بيجوا بعد الايه؟ بعد الدمار. نجيبهم ايه؟ ننطرهم بره قبل الدمار كده، خلاص عملنا سؤال. بسر على الاي يسأل بالام وفعل وفيرب اي ان جي. الهي والشي والات اسأل عنهم بالاز وبرده بعدهم فيرب اي ان جي. الوي والزي والي واسأل عنهم بالار وبعدهم فيرب اي ان جي. يبقى انا باخد يا ولاد الافعال المساعده نبدا بها ايه الجمله، بقت كده ايه؟ بقت سؤال. زي هنا المفروض اقول ايه؟ يو ار بلينج، يو ار بلينج يعني الار مكانها هنا، راحت فين؟ راحت طالعه بره الايه الجمله كده، بقى سؤال بمعنى هل. ار يو بلينج فوتبول توداي، هل تلعب كره القدم اليوم؟ لو ايوه هنقول يس، واعمل عمليه المقص. اليو تقلب الى اي والاي بتاخد ام، الاي بتاخد ام، يبقى يس اي ام. طب لو نو، نو اي ام نوت، يس اي ام، نو اي ام نوت. طيب لما احب اسال بقى بكلمه الاستفهام، نفس الوضع كده نفس الترتيب، بس اجي بره كده واحط ايه كلمه الاستفهام. يبقى كلمه الاستفهام بعدها اما واذا وار، بعد كده فيرب اي ان جي برضو. هي كلمه الاستفهام اما واذا وار فيرب اي ان جي. زي وات ار يو دوينج جيرلز، ماذا تفعلن ايها الفتيات؟ بتعملوا ايه؟ اليو تقلب الى وي عشان لو جمع، تبقى وي ار هيلبينج تو ميك ذا بيرثدي كيك، بنساعد في اعداد تورته عيد الميلاد. طيب يستخدم، بنستخدمه في ايه بقى؟ يستخدم للتعبير عن احداث، بنستخدم المضارع المستمر عشان نعبر عن احداث بدات في الماضي وما زالت مستمره في الوقت الحاضر، حاجه بداناها بس لم ننتهي منها بعد ومستمره في المستقبل ولا شرط ان تحدث وقت الكلام. زي she is studying for her exams this week، الاسبوع ده بتذاكر عشان عندها كلمه ايه؟ عندها ايه؟ امتحان. يبقى this week يعني امتحان يا ولاد. طيب I'm reading a book at the moment، انا اقرا كتاب في الوقت الحالي. I'm reading يعني لسه بقرا الكتاب لم ينتهي بعد. طيب I'm finishing everything in ancient Egypt، انا انتهيت من كتاب اسمه ايه؟ كل شيء في مصر القديمه، ده اسم الكتاب. But it's taking ages، لكن اخذ مني وقت طويل. Because I'm a slow reader، لان انا قارئ يا ولاد، قارئ بطيء. طيب هذا المعنى او هنا المعنى اني اقرا كتاب حاليا حيث بدات قراءته منذ فتره ولم انتهي منه بعد. تمام، يستخدم للتعبير عن فعل يحدث مستمر لحظة الكلام، حاجة بنتكلم عنها ما زالت مستمرة. She is watching TV now، ما زالت تشاهد التلفزيون الآن. She is watching TV now، هي تشاهد التلفزيون الآن. بعد كده بنستخدم الوصف أشياء تحدث في صورة. What are يعني قدامي صورة فيها نهى ودليدة، بنقول بيعملوا إيه دول؟ What are نهى and دليدة doing there، ماذا يفعل نهى ودليدة؟ قال لك they are playing with balloons، بيلعبوا بالبالونات. كمان يعبر عن احداث تم التخطيط لها مسبقا لتحدث في المستقبل. قال لك many friends، معظم او العديد من الاصدقاء. are coming to my birthday party tomorrow، هيجوا حفله عيد ميلادي بكره. طيب الكيوردز الكلمات الداله على الزمن ده، كلمه look انظر، listen استمع، look at احترس، this week هذا الاسبوع، at the moment في الوقت الحالي، at present في الوقت الحاضر، present مضارع، today اليوم، الآن now. كل دي كلمات يا ولاد أول ما أشوفها في الجملة أعرف إن هي مضارع مستمر على طول. تمام 159. إذا انتهى الفعل بحرف ساكن بقى وقبليه حرف متحرك، نعمل إيه؟ بنضعف الحرف الساكن الأخير قبل ما نحط الـ ing، يعني ست ساكن متحرك ساكن، أدي متحرك وأدي ساكن، نروح في مرتين يا ولاد، يبقى إيه؟ sitting، أنا نحط الـ ing. hit hitting. طيب اذا انتهى الفعل بايه بس الايد غير منطوقه، اروح حذفها قبل ما احط الاي ان جي. يستخدم يوز، نطقتها لا، تبقى يوزنج. يصنع ميك، تبقى ميكنج. لكن بقى لو الايه منطوقه لا ما نعزفهاش، نسيبها زي ما هي لا تحذف. زي سي سينج، بي بينج، طالما مش منطوقه، مش منطوقه بنحذفها، منطوقه بنسيبها زي ما هي. طيب قال لك الفعل لو انتهى باي اي بنقلبها لواي ونحط الاي ان جي، زي لاي تبقى لاينج. تمام لاي لاينج، قلبنا الايه الاي اي للواي وحطينا الاي ان جي. داي يموت تبقى داينج، تاي يربط يبقى تاينج. تمام دي جمل هامه جايه عندي في الدرس. اي ام ستادينج هارد فور ماي اكزامز ات ذا مومنت، وذاكر بجد من اجل امتحانات في الوقت الحالي. اي ام نوت سبيندينج اول ماي تايم اندورز، لا اقضي كل وقتي داخل المنزل. I know it is important to get outside and do some exercise، أعلم أنه من المهم الخروج وممارسة التمارين الرياضية. I'm going running every morning in the park، أنا أذهب للجري كل صباح في المنتزه. I'm also cycling on the weekends with my dad، يعني إيه؟
أركب الدراجات في عطلة نهاية الأسبوع مع والدي. I'm trying to see my friends a few times a week. يعني بحاول أشوف صحابي مرات قليلة في الأسبوع. بعد كده My friend Asir is organizing a party at his house. My friend Asir is organizing a party at his house. ينظم صديقي آسر حفل في منزله. What are you reading? ماذا تقرأ؟ What is the weather? What is the weather like in Alexandria? ما هي حالة الطقس في الإسكندرية؟ 106 صفحة 160. Listen and read. Alice email to his friend Iyad. استمع وقرأ إيميل علي لصديقه إياد. Do the boys live in the same city؟ العيال دول بيكلموا بعض عايشين في نفس المدينة؟ تعال نعرف. To يعني إلى، from من subject اللي هو الموضوع. من يا ولاد، أو to مين؟ to علي، إلى علي. مين اللي باعت له؟ إياد. فكتبنا إيميل علي عشان علي اللي باعت، سوري بعتيه لعلي قصدي، وفروم يعني من إياد، كتبنا الإيميل بتاع إياد. والسبجكت واتس يور نيوز، ما أخبارك؟ يبقى إياد بعت لمين يا ولاد؟ لعلي. فقال له في غلطة هنا يا ولاد، هاي إياد، احنا بعتين لإياد، اللي باعت علي، يبقى فروم علي. تمام، فروم علي تو إياد. المفروض أكتب الإيميل بتاع إياد جنب تو، والإيميل بتاع علي جنب فروم. تمام، لين احنا نقول تو إياد، إيه لإياد، لأن هنا بنقول إيه، هاي إياد، مرحبا إياد، فنعكس الاتنين مع بعض. تعال بقى نقرا. How are things؟ يعني كيف الايه، كيف تسير الامور او كيف الحال. I'm studying hard for my exams، اذاكر بجد لامتحاناتي. At the moment، في الوقت الحالي. But don't worry، لكن لا تقلق. I'm not spending all my time indoors، لا اقضي كل وقت داخل المنزل، لا اقضي كل وقت داخل المنزل. I know it's important to get outside، اعلم انه من الهام ان نخرج. And do some exercise، ونمارس بعض الايه، التمرينات. So لذلك I'm going running every morning in the park، أذهب إلى الجري صباحا، إيه، يوميا صباحا في الحديقة، يعني كل يوم الصبح بروح أجري شوية إيه في الحديقة. I'm also cycling on the weekends with my dad، كمان في عطلة نهاية الأسبوع بركب الدراجات أنا وبابا. I'm trying to see my friends a few times a week too، بحاول كمان أشوف صحابي مرات قليلة في الأسبوع. It's good to relax and have fun sometimes، من الجيد أن نسترخي إيه ونستمتع أحيانا. And we try not to talk about how our revision is going، وكمان بنحاول ما نتكلمش على إيه ورجعتنا وامتحاناتنا إيه عملنا فيها إيه. بعد كده My friend آسر، صديقي آسر، is organizing a party، بينظم حفل، at his house، في منزله، for the end of the exams، وبالنسبة لانتهاء الامتحانات. So we are all looking forward to that، لذلك كلنا نتطلع إلى ذلك أو إيه، نتمنى ذلك أو ننتظر ذلك. What is the weather like in Alexandria؟ كيف الحال في اسكندرية؟ كيف حال الطقس؟ It is really hot here already، الجو هنا إيه، حر جدا. Is your last، in your last email، في الإيميل الأخير بتاعك، في رسالتك الأخيرة. You asked me what I am reading، ماذا أقرأ حاليا at the moment. I am finishing everything in ancient Egypt، انتهيت من قراءة كتاب كل شيء في مصر القديمة. But it is taking ages because أخذ مني، يستغرق مني وقت طويل. Because I am a slow reader، لأن قارئ بطيء. I am enjoying it، أنا استمتعت بيه جدا. I love history، لأن بحب التاريخ. History books، بحب كتب التاريخية. And the documentary، documentary اللي هي الأفلام الوثائقية، is good too. My mom said she will get me the DVD، ماما قالت لي إن هي هتجيب لي الـ DVD. تمام، ده جهاز كده إيه بنشغل عليه الأفلام الوثائق والحاجات دي. What about you؟ ماذا عنك؟ What are you reading؟ ماذا تقرأ الآن؟ Write soon، اكتب لي قريبا. And tell me your news، وقول لي أخبارك إيه؟ من اللي كتب الكلام ده؟ علي. 161. يريد أن write true or false، صح ولا غلط؟ علي doesn't have any free time at the moment، علي ما عندوش أي وقت فراغ، غلط. بيحاول إيه يقضي وقت فراغ يوميا. When he sees his friends، عندما يقابل أصدقائه، they always talk about their exams، بيتكلموا دايما عن امتحاناتهم، غلط، مش بيتكلموا أبدا عن الامتحانات. There is a party at Ali's house soon، يبقى في حفلة في بيت علي، لا في بيت آسر، يبقى دي برضه ايه، false. علي reads
slowly. علي يقرأ ببطء طبعا، دي ايه true. بيقول لك check true which of these activities علي is doing right now. ده علامة صح من الأنشطة التي يقوم بها وائل الآن. وائل مين؟ علي. studying for exams، بيذاكر عشان عنده امتحانات true. going running in the park، يذهب للجري في الحديقة. cycling، يركب الدراجة. spending all his time indoors، لأ. organizing a party، بينظم الحفل، لا مش هو اللي بينظم، آسر. finishing a book، يعني ايه؟ انهى الكتاب. طيب complete the sentence with the present continuous form of the verb. عاوزين ندي مضارع مستمر يا ولاد من الفيرب. هنا finish بقت ايه؟ is finishing، مالك تاخد is. طيب the students، ها practice بقى ار هنحوش الاي عشان غير منطقي، نحط مكان اي ان جي، تبقى practicing. the students are practicing hard for a music concert. الولاد بيتمرنوا بجد علشان ايه؟ في حفل موسيقي. where not your brother not in the USA. طيب ال your brother يعني هي هسأل عنه ب is. where is your brother؟ هم؟ studying and flying G. أين يدرس أخوك في الولايات المتحدة الأمريكية USA؟ we are eating our lunch at the moment، نتناول غدانا الآن. باسل وعمر، عاوز أسأل عنهم سؤال، أسأل عنهم بالآر طبعا عشان دول جنب. are باسل and عمر watch، تبقى watching a funny movie، يشاهدوا فيلم ايه؟ مضحك. I not in the basketball match today. I love to much school work. I have to much school work. أنا عندي عمل منزلي كتير جدا. يبقى أنا في فريق كرة السلة النهاردة؟ لا طبعا. عايزة أم فيل. I am fab. A am not. والبلاي تبقى playing. لا ألعب اليوم في فريق كرة السلة لأن عندي إيه؟ أعمال مدرسية كتيرة. ضع الكلمات في الترتيب، اكتب الجمل في الكراسة. طيب are they playing a game، هل هم يلعبون لعبة؟ هقول I'm wearing، أنا أرتدي a new hat يعني قبعة جديدة. بعد كده أحمد isn't eating، لا يأكل some cake، بعض الكيك. بعد كده my sisters، إخواتي مالهم؟ are cooking some food، بيطبخوا بعض الطعام. بعد كده is your dad، هل باباك taking photos، يلتقط الصور. يبقى دي هبدأ بيها، ودي وأحمد وأيم. ليلى المنى are helping your mom، بيساعدوا مامتك. تمام 162 تدريبات الدرس الثاني. choose the correct answer from A B C or D. number one I'm not running every morning in the park. تمام I'm الام والاز والار مضارع مستمر يجي بعدهم فعل اي ان جي، يبقى go ولا goes ولا went ولا going؟ طبعا going. I'm going running. احمد not eating any cake. احمد اني بستخدمها في النفي، يبقى عايزه انفي. احمد انفي بايه بقى في المضارع المستمر وعندي فعل اي ان جي اهو. aren't ولا don't ولا isn't ولا weren't؟ طبعا احمد ياخد is وانفيها ب isn't. احمد isn't eating. not is painting his house this week. مين اللي بياخد is يا ولاد؟ يدهن بيته هذا الاسبوع. we ولا you ولا they ولا هي؟ طبعا هي بتاخد is. I'm spending all my time indoors. عايزه انفي ال I'm. I'm ايه؟
I'm not spending. أنا لا أقضي كل وقت داخل المنزل. What now are the boys playing in the club now? البويس الأولاد أسأل عنه بـ is ولا where ولا are ولا am. طبعا أسأل عن مين بالـ are. What are the boys playing in the club now? I'm not enjoying my time here. It isn't interesting. ليس ممتع. يبقى أنا بستمتع بوقتي ولا مش بستمتع؟ لا لا أستمتع. I تاخد am not في النفي. بعد كده the boys الولاد the boys that أبو الأولاد not helping them now. يبقى هي ده كله معناها هي هي is ولا are ولا where ولا was. طبعا ايه the boys that is helping them now بيساعدهم الآن. read and match. are you ده سؤال. are you ايه are you playing a game هل تلعب لعبة. what are you reading ماذا تقرأ. I'm studying hard أذاكر بجد for my exams عشان عندي امتحانات. I'm reading a story أقرأ قصة at the moment في الوقت الحالي. دي كده زيادة. Complete the sentence with the correct form in brackets. ليلى is cooking rice at the moment. بس المارك عايز أسأل سؤال يا أولاد. يبقى أقول إيه؟ is ليلى cooking rice at the moment. أبدأ بالإز. بعد كده they is لا they are coming from school now. بعد كده look on the cat is running تجري. حاتم not is studying now he is sleeping هو نام. يبقى ايه لا يذاكر تبقى isn't. isn't studying 163 163 الترتيب. I'm trying to help my friends. بحاول أعمل إيه؟ بحاول أساعد أصدقائي. بعد كده مروة isn't coming to the party tomorrow. لن تأتي الحفلة غدا. رقمتها عشان مفيش مكان اكتبها. تمام. بعد كده are you studying هل انت تذاكر for your exams لامتحاناتك. where are you going today لأن انت ذاهب اليوم. my friend is organizing a party بنظم الحفل فين at his house في منزله. بعد كده write an email of about 50 words using the following guiding elements. اكتب email كلمات مساعدة cycling ركوب الدراجات go running يعني يذهب للجري to your friend أمير. بعتيه لأمير يا ولادي. بهنا أقول له هاي أمير. طيب about بعدها يجي الموضوع activities you are doing as these days هنكتبها هنا تبقى activities I am doing this this. بعد كده your name is طارق انت اسمك طارق هكتب هنا كده yours طارق. طيب your email address is طارق ده الايميل بتاع طارق نكتبه جنب مين جنب from عشان هو اللي بعت الرسالة من طارق لمين يا ولاد لأمير. يبقى الايميل بتاع أمير هنا جملة افتتاحية how are you مجاب عنه في نهاية الكتاب صفحة 182. تمام هقرا معاكم دلوقتي بس هنشوف سؤال البانكتويشن. عندنا ال W capital وهنا في apostrophe يبقى ال W والapostrophe. what is the weather like
هنحط هنا ايه question mark، بعد كده عند ال I capital وهنا في apostrophe، وال I وال apostrophe not spending all my free time reading، نقطة. تمام، هنشوف بقى صفحة 280 الايميل ايه اللي احنا عايزينه ده. ادي الصفحة يا ولاد. activities I'm doing these days to Amir from طارق، subject activities I'm doing these days. dear Amir أو hi Amir، how are you and your family، كيف حالك انت وعيلتك. it's holiday انها اجازة. I have free time، لدي وقت فراغ. so لذلك I'm gone running every morning، اذهب للجري كل صباح in the park في الحديقة. I am also cycling on the weekends، اركب الدراجة في نهاية الليل الاسبوع. I sometimes go to the cinema، احيانا بذهب الى السينما with my family، مع عيلتي. It's good to relax and have fun، من الجيد ان يا ولاد نسترخي ونستمتع. write soon، اكتب لي قريبا. and tell me your news، وقول لي ايه اخبارك. هي جمل سهلة جدا. تمام، بيحكي له عن ايه الايه الانشطة اللي بيكون بيها كده. يا ولاد نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس التاني وكمان حلقة تدريباته من الوحدة الرابعة من كتاب بيت للصف السادس. الفيديو الجاي ان شاء الله معانا ايه لسن 3 الدرس التالت. يا ريت نعمل لايك ولاد واشتراك في القناة عشان يوصلنا ان شاء الله كل جديد، ونعمل متابعة على صفحة الفيسبوك بس هي براجع بنفس اسم القناة بالعربي لأي استفسار، وبرفع عليها الفيديوهات وبنزل عليها الحلول. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق بإذن الله، في انتظار دعمكم المستمر لينا. كانت معكم مسيح برجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.